مهما حاولتم إخفاء مشاعركم، هناك من سيكشفكم بنسبة 85%. كمبيوتر ذو تقنية عالية يتعرف إلى المشاعر بشكل أفضل من البشر. هذا اختبار بسيط أجراه باحثون على عينات التقطوا صورها الثابتة وبالفيديو في أوضاع مختلفة وفي حالتي الفرح والحزن، بعضها حقيقي والآخر زائف، وتم تخزينها في الكمبيوتر المطور والخاص بكشف المشاعر. وكان السؤال هنا، هل هذا الشخص يتألم فعلا أم يتظاهر بالألم؟ وكذلك هذه المرأة. الكمبيوتر جاءت إجاباته أدق من البشر، فتوقعاتهم بما يرون كانت صحيحة بنسبة 50%. السر في هذا الكمبيوتر يكمن فيه قدرته على قراءة تعابير الوجه من خلال عضلات أولها موجودة بين الحاجبين وأخرى على جانبي الفم وعند الأنف وتحت العينين. هذه العضلات إذا كانت المشاعر حقيقية أو كاذبة وصاحبها يمر بموقف يحتاج إلى انعكاس ملامحه في الوجه من ألم أو حزن، تتحرك العضلات بشكل تلقائي، فترتفع الشفاه ويتجعد الأنف قليلاً، تبدو ملامح يتبينها الكمبيوتر مهما سعى صاحبها لإخفائها من خلال إظهار ما هو غير حقيقي. الذين يتظاهرون بالفرح أو الحزن يقومون بتحريك عضلاتهم بشكل مكرر، ويفتحون ويغلقون أفواههم بشكل مبالغ فيه، ما ينافي الطبيعة في ردة الفعل. إن هذا الكمبيوتر أفضل بكثير في التعرف وفك شفرات الألم والفرح أكثر من البشر، حيث أن أجهزة الكمبيوتر تعمل بصورة جيدة وقريبة من المنطق. أحلام العجارمة، العربية.